نورف الديني بطل عالمي في رياضة الباراتيكواندو وعضو بالمكتب المديري لمؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين. بداية ديالي ديال رياضة التيكواندو كانت منذ سنة 2002 في رياضة التيكواندو كهاوي، حصلت على الحزام الأسود الدرجة الأولى سنة 2006 وسنة في مدينة مكناس، من مدينة مكناس. وفي 2009 كانت أول بطولة العالم للأسف ما شاركناش فيها، كانت في أذربيجان. 2010 كانت بطولة العالم في روسيا ما شاركناش فيها للأسف مرة أخرى. 2011 كذلك. في 2012 قررت أنني أسس جمعية ديال التحدي والإصرار للأشخاص ذوي القدرات الخاصة. هاد الجمعية الهدف كان التأسيس ديالها هو تحدي وإصرار، اسم على مسمى ديال الجمعية، من أجل إثبات ذاتنا، من أجل أننا نحققوا طموح ديالنا المشاركة ببطولات العالم وإعطاء إشاعة لهذا الرياضة ونشر هذا الرياضة ديال الباراتيكواندو. بالفعل تأتى لنا ذلك من خلال فريق استعراضي اللي قدم عدة عروض بعدة مدن مغربية وكذلك بعدة دول بكم من إسبانيا، فرنسا، النمسا، بولندا، تركيا، ويعني وكل هذه الدول نشرنا فيها رياضة الباراتيكواندو. وجات الخطوة ديال أول بطولة العالم شاركنا فيها في 2014 بالعاصمة الروسية موسكو، كانت يعني من نفقة ديال الجمعية ديال التحدي والإصرار وبالتكاليف ديالنا وتحت إشراف الاتحاد الدولي. وفي سنة 2015 بدأ المسار ديال الباراتيكواندو مع الجامعة الملكية المغربية للتيكواندو تحت رئاسة السيد إدريس الهلالي. هو صراحة ما كانش كنتوقع أنه غادي نكون نوصل لهذا المستوى ديال البطل العالمي، ولكن فوقاش بدأ هذا الحلم كيتبادر للذهن منذ يعني أول بطولة العالم اللي تنظمت في 2009 كانت كمفاجأة. كنت كنطمح حقا أنه تولي رياضة تنافسية، ولكن كانت مستبعدة وكانت صعبة. ولكن فاش الاتحاد الدولي نظم أول بطولة عالم سنة 2009 آنذاك بدأ الطموح كيكبر وبدأ الاشتغال على أنه التواجد ديالنا الدولي والوطني يكون حاضر. أكيد أكيد أكيد. ف يعني الباراتيكواندو فيها تصنيفات طبية وفيها يعني هي جد فيها أمور معقدة، لأن لا يكفي أنك تكون إلمام، عندك إلمام بما هو تقني فقط وتدريبي، وإنما خص يكون كذلك عندك بعض الإلمام بالجانب التصنيف الطبي حتى تدرك يعني أي فئة تدرب وأي فئة وعلى مادة تدربها. عندك شي رسالة تبغى توجهها؟ صراحة الرسالة الوحيدة اللي كنوجهها وديما كنوجهها هي نطالب بتأسيس لجنة بارالمبية وطنية، للأسف مازال ما عندناش في المغرب. شكرا. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.